أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل هذا ذم للبلاغة أم أنه مدح لها؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل كما قلنا لكم، إذا استعمل للحق البلاغة طيبة إذا استعملت في الحق، أما إذا استعملت للشر فهي شر حسب ما تستعمل. نعم.